عدنان حلبية، إلى متى سنظل ندعم الحكام المصريين ونكون في ظهرهم؟ سنظل إلى متى في هذا الظلم والعهر التحكيمي؟ يا لجنة الحكام مساء الفل، مشكلتي ليست مع لعيب الزمالك، ولكن إلى متى سنظل في هذا الظلم؟ والله العظيم مع الروح كأس عالم أو أي بطولة أولمبية بسبب ما يحدث والظلم من ظلم، ولو تأهلنا لن يكون لنا أي دور. عدنان حلبية طبعا ما يقدرش يتكلم عن اللي عمله إمام عاشور، كان هو بيسهر كل يوم في بلكونة مع مرتضى منصور، ما يقدرش يتكلم في الموضوع ده طبعا، ولا يعنيه كرامة لعيبة المصري اللي اتبهدلت. ننقل لكم لحظة بلحظة. لحظة بلحظة اهو معاكم بكل التصريحات، ونطير إلى الإسكندرية والصديق العزيز الكبير المحترم الأستاذ ممدوح الكواليني من الإسكندرية. أستاذ ممدوح الكواليني، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليك أستاذ عبد الناصر الزيدان، وتحياتي لكل متابعينك ومشاهدينك عبر التواصل الاجتماعي واليوتيوب. طبعا النهارده مباراة صعبة جدا جدا جدا، بس أنا متابعك من خلال اللايف، ويمكن الأستاذ علاء حمام قال التصريحات ما حدث بالفعل في استاد برج العرب، لكن حديث بس على الخناقة اللي حصلت طبعا، وأطلق شرارتها إمام عاشور، ويمكن قلت لحضرتك كان في تليفون بيني وبينك بعد المباراة مباشرة وشرحت لك كل الأمور. طبعا إمام عاشور عمل حركة بالكورة أثناء المباراة في آخر المباراة، فطبعا جن جنون لاعبي المصري، خاصة إن لاعب المصري في موقف صعب، وهذه الأمور طبعا صبيانية لا تصدر من لاعب في نادي كبير مثل نادي الزمالك. فعقب سفيرة أمين عمر حصل مشادة ما بين أحمد مسعود وإمام عاشور، إمام عاشور هو اللي ابتدى طبعا هذه المشادة، وحاول لاعب من المصري اللي هو عبد الناصر دي ماريا الاشتباك مع إمام عاشور للكلام اللي قاله. ويمكن علاء حمام قال ان طبعا امام عاشور تلفظ بألفاظ لاحمد مسعود، واحمد مسعود فعلا قال له انتوا مش بتنافسوا، يعني انتوا يعني موتين نفسكم او بتتكلم كده معانا بالطريقه دي ازاي وكده، واشتعلت الامور ودخل عبد الناصر دي ماريا، ده كان موجود في مدرجات برج العرب بجوار مجلس الإدارة، كان بيشاهد هذه المباراة، وقبل المباراة بدقائق بيسمحوا لي الانتهاء مثلا بثواني أو بدقائق قليلة، بيسمحوا لي الصحفيين الموجودين في المقصورة ولاعبي اللاعبين بالنزول إلى أرض الملعب. طبعا حصلت مشكلة واشتبك عبد الناصر دي ماريا مع إمام عاشور في أرضية الملعب، وحصل هرج ومرج، ونزل أمن نادي الزمالك خطف إمام عاشور من عبد الناصر دي ماريا، وأيضا أمن استاد برج العرب حاول السيطرة على الوضع داخل استاد برج العرب ونجح في كده، ودخل إمام عاشور طبعا هربا من ماريا دي ماريا. وحصلت اشتباكات بقى في الممر يا أستاذ عبد الناصر بين لاعبي المصري ولاعيب الزمالك، وكان حتى لو انت مشغل الفيديو حاول شغله تاني هتسمع بينادوا يا حجاج يا حجاج، ده حجاج عويس لاعب نادي المصري برضو جاري وعايز يعمل اشتباكات داخل الممر. طبعا حصل هرج داخل الممر، وزي ما قال برضو زميلنا علاء حمام ان احد الصحفيين او الزملاء الصحفيين طبعا صور هذه الواقع على موبايله، كريم عبد العزيز، فحاولوا ان هم ياخدوا الموبايل منه، وفعلا اتاخد منه الموبايل وحاولوا الاعتداء عليه، لكن طبعا الامن نجح في احتواء هذه الازمه. وبرضه نشبت خناقه ثانيه ونقول يعني ايه مشاده ما بين احد افراد الامن في استاد برج العرب ومحمد ابو جبل، لكن هذه الامور برضو كان في صلح، ونزل مسؤولي الامن لغرفه خلع الملابس
وتم الصلح ما بين الجندي او العسكري ومحمد ابو جبل لاعب نادي الزمالك. هذه الامور يمكن برضو يا استاذ عبد الناصر امور صعبه جدا، حضرتك اشرت من خلال الفيديو اللي كان موجود في اللايف الهتافات ضد امين عمر. حضرتك انا عايزك تقرب الفيديو جدا. لحظه انا بجي انا بجيبه انا بجيبه بس بعتذر لك يا استاذ ممدوح. لحظه يا استاذ ممدوح، مصيبه بمعنى الكلمه. طب يا استاذ ممدوح لحظه، مجلس اداره نادي المصري البورسعيدي يتحولون الى جماهير، ومش جماهير بس، ده جماهير مشاغبه. طب بعد اذنك انا بس عايز اقف يا دوحه. سامعني حكم ممدوح؟ ممدوح سامعني، عايز استوقفك هنا دقيقة حتى اجهز بالفيديو. حتى اجهز بالفيديو. وصلني الان الزمالك يتقدم باحتجاج مصري، باحتجاج رسمي الى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد جماهير بورسعيد، ويؤكد ان الجماهير اللي كانت موجودة هي جماهير بورسعيد، وهي اللي كانت بتشتم امير عمر بالام. بس خبر عاجل، الزمالك يتقدم بمذكرة رسمية وشكوى رسمية الى الاتحاد المصري لكرة القدم لدخول جماهير من النادي المصري البورسعيدي. خلي بالكم بس، ده خبر آجل جاءني الآن. وخليني كده أكد بما لا يدع مجلة شك. الأستاذ ممدوح الكواليني من الإسكندرية بيقول إن السب اللي إحنا سمعناه ده كان من أعضاء مجلس الإدارة وبعض من معهم في المقصورة الرئيسية ضد أمين عمر. طيب نسمع بس الحتة بتاعت الجماهير وتكمل يا ممدوح. نسمع هتافات الجماهير، ويا ريت تقرب الصوره وهتعرف ان في اعضاء من مجلس اداره النادي المصري طيب بجوار هذه الجماهير وبتهتف ضد امين عمر. طب نسمع بس. اتفضل يا استاذ ممدوح. طبعا مع الهتافات دي وكل الاحداث، يمكن يا استاذ عبد الناصر حضرتك بتنفرد بتفاصيل هذه الخناقات، ومفيش حد قال على عبد الناصر دي ان هو كان موجود خارج المباراه، خارج تشكيل المباراه، وكان موجود في مقصوره برج العرب. وزي ما قلت لحضرتك ان الامن بيسمح لهم كلاعبين وعدد من الصحفيين لإجراء أو متابعة عملهم قبل انتهاء صافرة النهاية أو نهاية المباراة بدقيقة أو بثواني. بيبتدوا ينزلوا إلى أرضية الملعب، فعشان كده عبد الناصر دي ماريا لقيته موجود في الملعب. ويمكن لو كان حد مصور الخناقة هتلاقي عبد الناصر دي ماريا أخذ إمام عاشور كده حتة براوليه زي المصارعة، وأخدوا عن نجيلة نجيلة الملعب، واللي خلصوا طبعا أمن نادي الزمالك من إيد دي ماريا. وحب يتدخل برضو عدد من لاعبي النادي المصري كانوا متنرفزين. وعايزك برضو من خلال الفيديو يا أستاذ عبد الناصر، حجاج عويس طلع يجري في الممر، ويمكن حصل أزمة في الممر بين لاعبي نادي الزمالك والنادي المصري، وحصل نرفزه في الاتوبيس. والاتوبيس النادي المصري لو في اي تلفيات دي اللي عملها لاعبي النادي المصري، لان مفيش حد راح ناحيه اتوبيس النادي المصري نهائي. وامن اسكندريه استطاع ان يسيطر على هذه الامور وحجز لاعبي نادي الزمالك حتى خروج النادي المصري واعضاء مجلس ادارته خارج الاستاد نهائيا. وبعديها بفتره خرج لاعبي نادي الزمالك من استاد برج العرب. كل هذه الاحداث حصلت النهارده في استاد برج العرب، وحضرتك انفردت بيها، انفردت بخناقه باطلاق شرائط هذه الخناقه من امام عاشور مع احمد مسعود، ودخول عبد الناصر دي ماريا في الخناقه، وعدد من لاعبي النادي المصري منهم حجاج عويس داخل الممر، وخناقه ابو جبل مع الجندي او الشرطي العسكري اللي موجود اليوم بيتابع عمله في استاد برج العرب، وهتافات عدد من اعضاء مجلس اداره النادي المصري مع عدد او بعض جماهير
النادي المصري ضد أمين عمر حكم هذه المباراة. مهزلة ما بعدها مهزلة. النهاردة اللاعب إمام عاشور ده مش عايز يتعلم من أخطائه، قرر سيناريو يعني متكرر، وإذا كان لجنة المسابقات هتستعين ببعض الفيديوهات اللي حضرتك نشرتها وبعض الصور، وأكيد المراقب هيكتب، أكيد المراقب شاف كل هذه الأمور داخل الملعب، وأكيد في الشريط بتاع المباراة كل التصوير، لأن في كاميرات محطوطة ما خرجتش طبعا، كل الحاجات دي اتصورت، وأنا متأكد إن هي اتصورت كلها، وأكيد الاتحاد الكرة هيطلب شريط المباراة من التلفزيون المصري حتى يقرر العقوبات على إمام عاشور أو عدد من لاعبي النادي المصري أيضا المتورطين، أو الهتافات اللي هتف بيها عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي المصري الموجودين في استاد برج العرب وبعض الجماهير المصاحبة لفريق النادي المصري. كل الأمور دي هتلاقيها متصورة، وهتلاقي إن الاتحاد المصري لكرة القدم هيستعين بشريط المباراة من التلفزيون المصري لإقرار العقوبات. طبعا مباراة صعبة جدا وعصيبة جدا، والأول مرة زي ما احنا قلنا ومتعودين ان كان المفروض نستمتع بمباراة كرة قدم حقيقية بين الزمالك والمصري، لان كلا الفريقين يمتلكون لاعبين على اعلى مستوى، ويمكن وجود النادي المصري طبعا في مركز متأخر في الجدول كان في حساسية وعصبية في هذه المباراة، لكن في المباراة الأخيرة بيحاول النادي المصري اللي هو يؤدي أداء طيب مع علي ماهر، وكان المفترض أن أعضاء مجلس إدارة النادي المصري يكون لديهم الحكمة لن يتحولوا إلى جماهير مشاغبة عقب المباراة. النهاردة لو أنت شايف أن أمين عمر ظلمك ممكن تتقدم باحتجاج، ولكن في وجود الفار أو تتقدم باحتجاج رسمي لهذه المباراة، ولكن ما تشتمش وتهتف ضد حكم المباراة. وأعتقد أن لازم لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم تكون عقوباتها شديدة جدا حتى لا تتكرر هذه المشاهد في وصلت الرسالة المصرية، خاصة وان الدولة المصرية بتبذل جهد كبير جدا 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 في عودة الرياضة المصرية وخاصة لعبة كرة القدم. شكرا جزيلا استاذ ممدوح الكواليني.